السؤال الثاني تقول: ما حكم تحريك السبابة في الصلاة في التشهد؟ وهل هناك كلمات معينة تحرك عندها؟ وما الحكمة من ذلك؟ حكم تحريك السبابة في التشهد سنة، ويكون عند لفظ الجلالة. إذا جاء لفظ الجلالة على لسانه فإنه يحرك سبابته، وذلك والحكمة في ذلك إشارة إلى التوحيد، كما إذا قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يحرك سبابته عند ذكر لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، وتحريكها سنة ليس بواجب. نعم. نعم.